معانا برضو حاجات، ممكن في فاصل دلوقتي او تقرير هنقدمه عن شيف جميله جدا تجنن بجد، وهي رائعه في كل حاجه، جيرمين المحلاوي. الحقيقه الشيف الجميله دي او الست دي تجنن، لانها عارفين بقى لما تدخل كده جوه دماغ الست وتبقى عارفه هي عايزه ايه فتقوم عاملاه، فده جميل جدا. انا طبعا بقدم لها تحيه كبيره جدا شيرمين المحلاوي، وبجد دايما بتعمل لنا حاجات جميله قوي خلال الفيديوهات بتاعتنا اللي احنا هنقدم فيديو منه دلوقتي. الحقيقه في ناس يعني بيبقى صعب ان هم يجوا عندنا في الاستوديو، فبننزل لهم فيديوهات وده تقليد جديد. جيرمين المحلاوي بقى، وبقدم لك تحيه يا جيجي، اهلا بيكي معانا. هتقدم لنا طريقه عمل البصل البودر والثوم البودر، مش قلت لكم هيبقى معاكم شويه فلوس كده موفرينها؟ انا بقول لكم اهو، اتفرجوا على الست الستات وشوفوا القناه اللي فيه هتلاقوا شويه فلوس معاكم. الحقيقه جيرمين المحلاوي هتقدم لنا النهارده طريقه بسيطه وسهله جدا للبصل البودر والثوم البودر. والحقيقه كمان انا عايزه اقدم تحيه كبيره جدا لزوجها الاستاذ عاطف، هو الحقيقه اللي واقف وراها وبيساندها دايما، بيعمل لها الفيديوهات بتاعتها وبيصورها لها وكده، وده اللي احنا دايما بنقوله وبناكد عليه من خلال برنامجنا، ان دايما كل الستات اللي بيجوا لنا وبيبقوا معانا ومنورينا والحقيقه بيبقوا يعني رائعين ومتميزين جدا، بتلاقي ازواجهم دايما واقفين جنبهم بيساندوهم، بيجوا معاهم حتى الاستوديو او بيصوروا لهم شغلهم، زي الاستاذ عاطف مع زوجته الجميله جيرمين محلاوي واقف جنبها وبيساندها وبيصور لها الفيديوهات بتاعتها باتقان وبعنايه وبطريقه جميله عشان توصل لكم بشكل جميل. فانا دايما باكد يا جماعه والله العظيم الرجاله زي الفل وواقفين جنب مراتاتهم وكل حاجه، واحنا بنشوف نماذج كتيره جدا جميله، ما تحاولوش تسمعوا كلام حد تاني، يعوضوا على الرجاله ويقولوا لكم لا دول مش عايزين ان انتوا تنجحوا، احنا عندنا نماذج اهي حابين قوي ان زوجاتهم ينجحوا. هنشوف مع بعض دلوقتي جيرمين المحلاوي الجميله القمر مع فقره الثوم البودر والبصل البودر. مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الدلتا وبالأخص مشاهدي برنامج ست الستات مع الإعلامية غادة الدسوقي. أنا جيرمين المحلاوي، عملت لكم قبل كده التونة في البيت عجبتكم طريقتها جدا، النهاردة هنعمل إن شاء الله التوم البودر والبصل البودر، هتجربي الطريقة وبجد هتدعيلي، هتحس بفرق كتير جدا في الأكل بتاعك، وخصوصا إن احنا بنستخدم التوم البودر والبصل البودر في أكلات كتير وفي المشويات وفي أي تتبيلة، بتفرق في الطعم جدا. اللي انت بتجيبيهم من بره بيبقوا مغشوشين لأن هم بيزودوهم شوية إضافات علشان يتقلوا في الوزن، لما هتعمليها في البيت هتحس بفرق كتير جدا في طعم الاكل بتاعك، بيبقى مركز بيخلوا الاكل طعمه تحفه يا جماعه. النهارده كانت طريقتي ليكم التوم البودر والبصل البودر، يا رب تكون افدتكم والطريقه سهله وبسيطه عليكم، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. انا جيرمين المحلاوي، سلام.